أهلا بكم. ويحيى وغول وفرعون يحذرون من خطورة الفيسبوك، والفساد يحيا ويتغول ويتفرعن، هو عنوان حلقة اليوم. الرئيس، نتوقف بكل ما للتوقف من معنى، وخاصة توقف المخ بالمعنى وبالتعبير الشعبي الجزائري، يحبس المخ بالتعبير الجزائري الدارج عند التصريحات المحذرة من مخاطر الفيسبوك كوسيلة تآمرية على الجزائر، والتي أطلقها أحمد يحيى أمين عام الأرندي ومدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعمار غول رئيس حزب تاج، ووزيرة البريد والمواصلات هدى فرعون التي ذهبت إلى القول أن الفيسبوك أخطر من المواقع الإباحية. لمناقشة هذه التصريحات وهذا الفيسبوك الخطير، معنا بداية عبر خدمة سكايب من الجزائر سمير بالعربي الناشط السياسي. سمير بالعربي، انت كذلك فيسبوكي ولك فيسبوك نشيط جدا وعدد من المتابعين، ربما تشكل خطرا على الجزائر بحسب غول وفرعون ويحيى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اخي جمال، تحيه لمشاهدي المغاربيه في الجزائر، وتحيه لجاليتنا في الخارج. تحية كبيرة لجاليتنا في الخارج. أولا اسمح لي قبل الإجابة على سؤالك أن أقول أنه يمكن أن تكون آخر مداخلة لي إعلاميا عبر قناة المغربية وعبر القنوات الأخرى، لأننا وصلنا الوقت أخي جمال أنه كل الكلام قلناه وقلنا القليل مقارنة بما قال غيرنا من دكاترة وخبراء ومختصين والسياسيين وأصحاب اجتماع. قلنا الكثير وحذرنا من هؤلاء أكثر من مرة، ولكن وصلنا إلى وقت أنه لا حياة لمن تنادي. لم يعد لكلامنا أثر، لأن الوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم. الدولة في انهيار، مؤسسات الدولة في انهيار. وصلنا إلى دولة لا دولة ودولة لا قانون ودولة لا عدالة. على الأقل كنا في وقت نظن أن هؤلاء عصابات، ولكن العصابات تحكمها قوانين، تحكمها مبادئ. هؤلاء للأسف الشديد، وأستسمح المواطن والمشاهد الجزائري أن أقول أن هؤلاء المسؤولين هم بالمصطلح الشعبي رعيان أوصلهم الزمن إلى هذه المناصب، لذلك يتخبطون في مصطلحات، يتخبطون في مداخلات، في ندوات صحفية، في وصف الوضع الذي طيب. يعيشه الجزائر الذي، ولكن رغم ذلك انا خلينا نضع بين قوسين ما قلته، يعني لا نريد ان نكون نستعمل مصطلحاتهم. رغم ذلك سمير بالعربي لو سمحت تفضل. رغم ذلك هم اليوم يقولوا انه الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي هي خطر على المجتمع وخطر على الجزائر. نكرر ما قلناه من قبل، ان الذي يشكل خطرا على الجزائر هي هذه الوجوه التي تحكمنا منذ أكثر من 20 سنة، وهي في الواجهة، هي التي تبيع الوهم، هي التي تبيع الكذب، هي التي تبيع الأحلام الوردية للشعب الجزائري، هي التي تتحكم في مصير وقوت الشعب الجزائري. بعد تصريحات وزير التجارة الأخير لم يعد لنا ما نقوله من وصف لما تعيشه الجزائر اليوم. مهزلة، مسخرة، دولة لا دولة. الذي يشكل الخطر هم هؤلاء. الشعب الجزائري يعرف من يصارحه، الشعب الجزائري يعرف من الذي يصدقه في القول، الشعب الجزائري يعرف من يكذب عليه. هم يقولون أننا نشكل خطر، ولكننا نحن وأولادنا وعائلاتنا وأبناؤنا نعيش على هذا الوطن بدون حماية. أما هم فمعظم أولادهم يعيشون في الخارج، يعيشون بأموال الشعب الجزائري. هم الذين يسرقون أموال الشعب الجزائري في المناقصات الكبرى. ليتهم للأسف بنوا دولة، هم بنوا مصالحهم في البنوك والشركات خارج أرض الوطن. طيب خليك معنا سمير بالعربي، ينضم إلينا في النقاش من الجزائر فرحات تيتعليل الخبير الاقتصادي. سيد فرحات تيتعليل، الإنترنت وسيلة مهمة في الاقتصاد الآن، أصبح هناك اقتصاد قطاع بحاله بالنسبة في الجزائر. الإنترنت بالنسبة لأيحيى ومن بدأ هذه الحكاية قبل أيام في عشية العيد، قال الإنترنت
أصبح سلاح يوجه ضد الجزائر، ثم بعد ذلك عاد اليومين الماضيين بالعكس كما يقول عن يجب استغلال خاصة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو المشهور في الجزائر لشباب الأرندي، ثم فرعون تدخل على الخط تقول أن الفيسبوك أخطر على الجزائر من مواقع الإباحية، ثم غول يتناغم معها ويذهب حد مطالبة الدولة كما يقول بين قوسين إلى مراقبة هذا الفضاء الافتراضي. ما تعليقك؟ مساء الخير جمال الدين. مساء النور. هنا فيما يخص يعني الشبكات الاجتماعية والإنترنت بصفة عامة، العالم كامل ما يعتبرهاش خطر، العالم كامل يعتبرها يعني نعمة من الفكر الإنساني من التقدم يعني التكنولوجي اللي تسمح لجميع البشرية بالتواصل والتكامل في ميدان يعني الاختراعات ولا في ميدان التقدم العلمي والثقافي والاقتصادي، غير البلدان يعني المتخلفة اللي تحكمها يعني عصب متخلفة أكثر من تلك البلدان، تعتبر أنه وسيلة تواصل اجتماعي ووسيلة تواصل عالمي، يعني عصب الاقتصاد العالمي حاليا تعتبر خطر على البلد. ولما يتكلموا على البلد في الحقيقة الجماعة تتكلم على الأنظمة وعلى المنظومات والمصالح يعني والامتيازات، الجماعة كل واحد يعتبر أن كل ما يمس بستاتيكو يعني الأمر الواقع يعني الواقع الاجتماعي والسياسي الحالي يعتبر خطر، خطر على من؟ على مجتمعات موبوءة بالتخلف، مجتمعات يعني منغلقة على نفسها وعلى بعضها البعض وعلى المنظومات الإجرامية اللي تعتبر أنه كل يعني اختراع جديد يعتبر دخيل عليها. هذا هو السؤال المطروح. أنا شخصيا ما مش نشوف أنه الإنترنت ولا حتى وسائل التواصل الاجتماعي مهما كان يعني المتدخل فيها ومهما كان يعني النوع الرسالة اللي يبعثها ولا نوع المواقع يعني اللي يشوفها إباحية ولا غير إباحية، هذاك يهمه هو شخصيا، خطر على المجتمع، خطر على المجتمع هو الانغلاق، خطر على المجتمع هو كيكون الناس كل واحد عنده فكرة سلبية على المجتمع وعلى نفسه وعلى المستقبل تاعو، ما عندوش حتى الإمكانية أن يعبر عليها وأن يوصلها باقي المجتمع ولا يوصلها لهذا العصب الحاكمة ولهذا يعني السياسيين المستشمين. كي نتكلموا على السيد يحيى ولا باقي يعني المنظومة كي عمر غول والجماعة، من المفروض يعني ما نتكلموش في إطار سياسي، نتكلموا في إطار أخلاقي. الناس هذو يعني لو كان ما جاش إشكالية تاريخية ما يكونوش سياسيين أصلا. طيب خليك معنا فرحات تعلي، سنعود مشاهدينا الكرام لمتابعة النقاش، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. يذكر التاريخ أن الفساد هو من أسقط وفتت إمبراطوريات ودول بأكملها، من الفرس إلى الروم إلى العثمانيين. في التاريخ المعاصر الأمثلة لا حصر لها، والاتحاد السوفيتي خير مثال على ذلك. لكن يبدو أن هذه الحتمية التاريخية غائبة في أذهان قادة السلطة في الجزائر، مفاهيمهم للخطر القومي مختلفة، والفساد الذي أصبح يتسيد في البلاد لا يشكل أي تهديد يذكر، على عكس رواد الفيسبوك وحملة الجنسيات المزدوجة، هؤلاء هم الخطر الحقيقي الذي يجب محاربته. كل ما كانت ظروف أو نوايا للمساس باستقرار الجزائر من الداخل كانت كل مرة تستغل شريحة الشباب، ونضيف إذا كان في 2011 ربي يحفظ الجزائر من انزلاق ما سمي بأزمة الزيت والسكر، الجزائر ما راحتش في الكاف، ربي يحفظها أولا، وشعبها كان واعي ثانيا، والتخوف من الشيء اللي كان بدا يوقع في جوارنا ربيع مثل ما سمي ثالثا. هدى فرعون وزيرة البريد والاتصالات ذهبت أبعد من أحمد ويحيى في تشخيص المخاطر المحدقة بالبلاد وشبابها، زادت الجرعة جرعتين وبالغت في المقارنات بشكل مثير للتهكم عندما اعتبرت أن الفيسبوك أخطر تهديدا على العقول من مواقع أخرى وربما من المخدرات والمهلوسات. اليوم شبابنا للأسف
أكثر شيء يؤذيهم في الإنترنت ما هوش المواقع الإباحية، هو مواقع التواصل الاجتماعي. عمار غول الذي استغنى عنه الرئيس بوتفليقة في تعديله الحكومي الأخير وركنه في مجلس الأمة، أدلى هو الآخر بدلوه وحذر من الفيسبوك ومخاطره على استقرار الوطن. هذا الفضاء اليوم، الفضاء الافتراضي أو فضاء المواقع الاجتماعية اليوم يجب أن يكون له تأطير جيد، فضاء للترويج لبعض الأمور التي تمس بأمننا واستقرارنا، فضاء كذلك للترويج لكل ما يمكنه أن يدوس على مكتسباتنا. عن أي مكتسبات يتحدث هنا الوزير السابق للسياحة والأشغال العمومية وهو من ترك وراءه فضائح فساد عابرة للقارات؟ هل يقصد الوزير السابق هنا تقنين استخدام فضاء الأنترنت من أجل حماية المكتسبات الشخصية لكبار المسؤولين من شركات وأملاك عقارية ومصرفية في الداخل والخارج وحمايتها من الفيسبوك؟ أمر محير فعلاً. لماذا يعتبر المسؤولون في الجزائر الفيسبوك خطرا على البلاد وهي بالكاد تضم مليوني مشترك؟ وقصتها مع بطء الانترنت وانقطاعه حيرت الصوماليين قبل الجزائريين. ثم لماذا لا يشكل الفيسبوك خطرا على دول اخرى سبقت الجزائر في خدمات الانترنت بسنين ضوئية؟ إن كان الفيسبوك يشكل خطراً على عقول الشباب كما تقول هدى فرعون أو على وحدة الدول واستقرارها كما يؤكد يحيى، فلماذا لا تشيطنه الأمم المتحدة وتمنعه؟ لكن حتى تتضح الصورة أكثر ويفهم الناس مخاوف المسؤولين الجزائريين وعقدتهم مع وسائل التواصل الاجتماعي وجب أيضاً طرح هذه التساؤلات. ألم يساهم الفيسبوك في إسقاط أنظمة كثيرة من مبارك مصر إلى بن علي تونس وقذا في ليبيا؟ ألم تعمر هذه الأنظمة التي حكمت بالحديد والنار لمدة عقود مستفيدة من سطوة الحزب الواحد والإعلام الموجه المملوك للدولة الذي يطمس الحقائق ويكذب على الناس حتى في نشرات الأحوال الجوية؟ إذن مخاوف المسؤولين الجزائريين مشروعة، الفيسبوك يشكل فعلا خطرا على الأنظمة، وكما هو معروف في دول مثل الجزائر يعتبر المسؤول نفسه سواء كان رئيسا أو وزيرا أو واليا يعتبر نفسه هو الدولة، وأي أمر يهدد منصبه فهو بالضرورة خطر على الأمن القومي. وهنا تتضح خصومة الأنظمة القديمة مع وسائل التواصل الحديثة. الفيسبوك الذي تستخدمه الحكومات الشرعية المنتخبة كوسيلة للتواصل مع مواطنيها والتقرب من مشاكلهم كشف ألاعيب الأنظمة الموروثة عن زمن الاستعمار. هذه الأنظمة لم يكن يقهر أفرادها الحاكمين إلا الموت، لكن يبدو أيضا أن الفيسبوك أصبح وسيلة قد تؤدي إلى انقراض هذه الأنظمة. وهنا يصبح الفضاء الأزرق خطرا على الاستقرار كما جاء على لسان يحيى وغول وفرعون. هؤلاء نسوا أن الفساد هو الخطر الحقيقي والفيسبوك ما هو إلا وسيلة لكشفه ومكافحته. فعالية الفيسبوك ودوره في مكافحة الفساد أكبر بسنين ضوئية من فعالية اللجنة التي أسسها الرئيس بوتفليقة مؤخرا في القضاء على غول الفساد الذي تفرعن في البلاد وأصبح بحجم جبل أخطبوطا بأذرع خرافية وعنكبوتا عملاقا نسج خيوطه على عموم الجزائر وكبلها من شمالها إلى جنوبها. ولم يعد المواطن وحده هو من يشكو من سطوة المفسدين. قرار هذا اتخذ في مرحلة معينة، تخذ أيضا باسكو كانت هناك لوبيات فرضت نفسها من ضمنهم تعرفوهم اللي وزعوا سيارات. ها هو وزير التجارة نفسه يشكو من تفرعن أباطرة الفساد. تقرير صابر أيوب ينضم إلينا في النقاش من الجزائر عبد السمار مدير موقع ألجيري فوكيوس. عبد السمار، كتبت مقالا ردا على الوزيرة بشكل خاص وزيرة فرعون. Ne vous moquez pas de nous, Madame la ministre. ما تمسخريش بينا بالتعبير الشعبي الجزائري. لماذا تمسخ الوزيرة؟ لماذا بالنسبة لي هل الفيسبوك خطر على الجزائر أخطر من المواقع الإباحية؟ وتنصح حتى الجزائريين، تقول شركات أجنبية تجني مليارات الدولارات سنوات من هذه الخدمة المجانية، والمواطن الجزائري هو السلعة فيها، وأن أسرار الجزائريين ومعطياتهم الشخصية وحتى أرقام الهواتف يتم بيعها لمنظمات حكومية وحتى أحيانا لمنظمات إرهابية كما تقول الوزيرة. الوزيرة تحب الجزائريين، تريد مصلحتهم، لماذا تمسخر بالجزائريين؟ خويا كمان يعطيك الصحة، أنت عايشونا وتعطيونا يعني الفرصة باش نتكلموا في الموضوع هذا اللي هو موضوع هام 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 جدا، لأنه هناك مخطط سياسي في الجزائر
هناك مخطط سياسي في النظام الجزائري باش يغلق كل الحريات اللي كانت في الانترنت ويجيب لنا نموذج ثاني. هناك مخطط سياسي باش يكون هناك نموذج ثاني في الجزائر ونحبوا يقتلوا الانترنت ويقتلوا حريات الانترنت. ان هناك خيبة امل اخي جمال. واش هي خيبة امل المسيرين وكبار المسؤولين الجزائريين؟ هما كانوا دايرين في بالهم كيديروا قنوات تاعهم مثل النهار والشروق والبلاد والقنوات اللي تتبع البروباغندا تاع النظام الجزائري واللي تحدث واللي تحب يعني تدخل بالراي العام الجزائري في قضايا اخلاقيه باش يدوا بالقران فورديتوني لا تونسون تاع ليزار جميع على قضايا الفساد. كي شافوا بلي ما قدروش وبلي الانترنت وفيسبوك ومواقع اخباريه اللي يعني اللي راهي مستقله طرابور يعني ممكن نقارنوها بالمواقع كي نقارنوها بالصحافه الكلاسيكيه والقنوات الجزائريه كي شافوا باللي احنا في الفيسبوك وفي الانترنت عندنا تاثير اكثر من قنوات البروباغندا يعطوها يعطوهم كل شهر يعطوهم كل عام ملايين من الملايين كانوا فهموا فقط اخر قال لك الجماعه راهي هربت لنا راه مش معها في الانترنت راهم يتكلموا عن الفساد جبنا لهم ملفات وطراك الاسبوع هذا الاخ يحيى يتكلم على الناس اللي تكره في الجزائر ويتكلم عن الناس اللي تهدد في الجزائر. انا نقول له يا استاذ يحيى روح شوف انت نسيبك واش دار في ناس راح تير على ناس بني حواء شكم كابوس وتير على شاب جزائري على جال يعني بلاصه في ستاسيونمون. لماذا السي يحيى ما يتكلمش على نسيبه؟ لماذا النظام ما يتكلمش على ولد علي كافر دوك لي لوجمون؟ لماذا النظام ما يحملش النظام كي يتكلموا على كلوب ديفا وداروا خصوصا في الفيلا تاع كلوب ديفا ما يحملوش كي خرجنا لهم يعني دي ملفات تاع سوناتاك عم يمدوا في لي كونترا لاري بورتون وعم يمدوا لي كونترا للجيوديس اكسيتيرا واكسيتيرا اكسيتيرا. احنا عندنا ملفات عندنا حقائق الا غالب نحن شباب جزائريين الضولة ما عندناش باش نديروا قنوات ما عندناش ملايير الشروق والنهار ما عندناش وانا حداد اكسيتيرا. كاين جوجل كاين فيسبوك كاين يوتيوب الله يخليهم لنا وما نعرفش حاملين باللي رانا اليوم نحن كشباب متخصصين في العلوم وفي التكنولوجيا قدرنا نخرجوا معلومات وقدرنا نتحكموا في قضايا اللي يعني هما قنوات البروباغندا تاعهم ما قدروش يعني حبوا يديروا يعني على شينواز بالطريقه الصينيه حبوا يقنعوا الجزائريين بانه نحن نلعبوا في المواقع الاباحيه. وانا نقول باللي يا اخي جمال ما تمسخوش بالشعب الجزائري. هناك مناطق كبرى في الجزائر ما فيهاش حتى انترنت. لو ديغري دو بينيتراسيون دانترنت الجيري الي ميم با 30% يعني ميم با 30% من الجزائريين يستعملوا انترنت. نحن من الدول المتخلفه تكنولوجيا. رواندا، السنغال، اوغندا والدول الافريقيه السوداء الفقيره خير من الجزائر. اليوم يقول لك المواقع اباحيه. اسكو اليوم اذا كاين ناس عم يسرقوا في الدراري ويخطفوهم هل هو المشكل تاع انترنت؟ احنا شفنا باللي الفساد الاخلاقي هناك فساد اخلاقي في الهرم في هرم النظام مش الشعب الجزائري مسكين ظاولي وش من فساد اخلاقي احنا عندنا ظلولة يا اخي جمال. طيب يعني انت عبد الصمار انت في رايك انت بحسب معلوماتك انت انه هذه كلها تصريحات تقول مراقبه الفيسبوك ويحيى انه الانترنت حتى كل الانترنت يحرك لضرب الجزائر وتصريحات الان فرعون كلها يحضر هناك شيء يحضر للتعامل مع الفيسبوك على الطريقه الصينيه الاستعانه حتى بالصينيين لغلق الانترنت ومراقبه. هناك جمال اعطيك معلومات هناك مخطط داروا تخطيط يا ان بلون اللي داروا منذ 4 سنوات او 5 سنوات للسيرفيس الجزائريين يعني المنظمه المخابرات الجزائريه بعثوا ناس باش يقراو في الصين باش يتعلموا كومون سونسوري كيفاش يفلتريو كيفاش يدخلوا انترنت وكيفاش يعق وكيفاش يديروا الحرب الالكترونيه. هذه عندها 4 سنوات وهناك علاقات حميمه بين المخابرات الجزائريه والمخابرات الصينيه. هما عندهم نموذج صيني روسي حابوا يجيبونا هنا في الجزائر باش يضموا حريتنا ويسكتونا وما يخلوناش نخرجوا من ملفاتنا ما يخرجوا من فيسبوك. طيب خليك معنا عبد الصمار لو سمحت ينضم الينا في النقاش عيسى جرادي الاستاذ الجامعي. استاذ عيسى ما رايك؟ عبد الصمار يقول كل هذه التصريحات ترتيبات تسخين اجواء للتعامل الصيني على الطريقه البوتينيه مع الفيسبوك مراقبه الفيسبوك والانترنت من قبل النظام. ما رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم على الكلين شكرا على الاستضافه.
والله هذه تبقى احكام نتاع ناس في الحكومه. نحن اليوم نعيش في عالم جديد تمام، يعني بمعطياته وسائله وانفتاحه على بعض، يعني ربما ما عدناش نعيش في قرية عالمية، رانا نعيش في بيت عالمي يعني، وأنت في بيتك يمكن أن تطلع على كل شيء. هذا أول شيء. الأمر الثاني، التفكير في منع وسائل التواصل الاجتماعي غير مجدي مطلقا، غير مجدي. هذه الوسائل لا يمكن منعها بأي طريقة أو بأخرى، المهم لا يمكن منعها. الأمر الثالث، أنا أتساءل لما الخشية منها. يعني احنا الشيء اللي نلاحظه هو أن الدولة تطرح تشريعات وتطرح بطبيعة الحال أفكار فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فأنا تقديري أن الدور نتاع وسائل التواصل الاجتماعي هو دور مكمل لمؤسسات الرقابة فيما يتعلق بمواجهة الفساد. فقبل كنا نتحدث عن السلطة الرابعة اللي هي عادة الصحافة اللي هي ماهيش تابعة للحكومة، الآن هذه رأي سلطة واحدة أخرى جديدة وربما يكون تأثيرها أشد مما سبق. أما ما يحدث في الصين يعني وكذلك في روسيا، فهذه نماذج رديئة جدا للديكتاتورية الحقيقة، لتقمع الإنسان وتحطم أي أمل يعني في خلق مجتمع حر. ف وإن كان يعني راني مستبعد أنه تلجأ الدولة لهذه الإجراءات هذه، وإذا كان لجأت لها فلا أعتقد أنها راح توصل للنتيجة. طيب طبعا أستاذ عيسى لو سمحت خليك معنا، أودي لك سمير بالعربي ما رأيك، ولكن حتى هذه حتى وإن كان هناك لجوء إلى التضييق أو حجب هذه الإنترنت لم ينجح، لا بن علي ولا مبارك ولا القذافي، ليس كذلك؟ شوف، الحكام العرب لم يتعدوا ولن يتعدوا مما جرى في مصر وتونس وسوريا وفي العراق، لأن الحكام العرب ألفوا الطغيان وألفوا الاستبداد. بغض النظر عن مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الرأي العام للشباب، نقول أن هؤلاء فشلوا في كل شيء. فقط كما كان يقول الإخوة أن نسبة تدفق الإنترنت من أضعف النسب في العالم، حتى يقال أن حتى في وزارة الاتصال وزارة المواصلات حتى نسبة تدفق الإنترنت ضعيفة جدا في مكاتب الموظفين. اليوم هناك محاولة لمنع المواطن الجزائري في كل مكان، في كل قرية، في كل بلدية، في كل حي، من الحصول على المعلومة. لاحظنا أن شبكات التواصل كان لها تأثير في كثير من المرات على زحزحة قرارات بعض المسؤولين. رأينا كيف كان التأثير على نزع تمثال بن باديس، على نزع تمثال عربي بن مهيدي. اليوم أي مواطن، أي شاب جزائري في أقصى منطقة من الجزائر ب30 دينار، ب100 دينار يمكنه معرفة ماذا يحدث في العاصمة، ماذا يحدث في زيرالدا، ماذا يحدث في تلمسان، ماذا يحدث في عنابة، ماذا يحدث في تمن راس. رغم كل الإمكانيات التي تصرف على قنوات السلطة وأبواقها من قنوات العار في تشويه صورة الفساد الحاصل، إلا أن المواطن الجزائري اليوم يستطيع أن يصل إلى المعلومة. لذلك أنا أوافق الرأي عبدو صمار أن هناك محاولة للضغط، لخنق شبكة التواصل الاجتماعي، لأنها تفضحهم، لأنها تعريهم، لأنهم رغم كل شيء لم يستطيعوا أن يؤثروا في المواطن الجزائري وفي جعله يتبعهم وفي جعله يوافق قراراتهم. نتمنى أن تبقى الهبة الشعبية في استعمال هذه المواقع في فضح هؤلاء، في فضح هؤلاء المسؤولين، لأن الوقت الذي بقي لهم هو قليل جدا مقارنة بالوقت الذي مضوه في حكم هذه الجزائر. طيب يبقى معنا سمير بالعربي، ما رأيك في هذا التعليم؟ هل هناك فعلا هذا المخطط؟ عبد الصمار يقول بناء على المعلومات أنهم يراد الترتيب بالتعامل الصيني الحزب الشيوعي الواحد مع الحجب الانترنت، وحتى في الصين وهناك طرق للالتفاف على هذا الحظر، أليس كذلك؟ فرحت أي تعليم؟
نعم سيدي مصر. ارجو انك سمعت قلت لك ما رايك عبد السمار يقول بانه بلا عنده معلومات تقول بانه هذه التصريحات ويحيى والتصريحات وزير الوزير المعنيه خاصه وغول هي كلها تحضير اجواء للحجب وتعامل مخابراتي مع الانترنت عموما والمراقبه على الطريقه الصينيه وارسال حتى خبراء للتعلم من التجربه الصينيه وفي الصين نفسها الصينيون يلتفون على الحجب الصيني. لا في جمال ما ندخلوش في اطار التهويلات يعني في الحقيقه يعني تصريحات احمد ويحيى لا تخصه الا هو شخصيا وتصريحات الوزير وعمر هو على كل حال يعني تصريحات نتاعو تهمه هو والحس نتاعو. الجزيره ماهيش القوه الدوليه كما الصين، الصين عندها يعني مواقع نتاعها يعني خلقت نوع من الانترنت يعني الداخلي نوع من الشبكات الاجتماعيه الخاصه بالصينيين وما غلقت يعني نهائيا على كل حال من الشبكات الاجتماعيه العالميه، ولكن هي قوه اقتصاديه عالميه وقوه سياسيه. انا ما اعتقد الفيسبوك ليس متاحا في الصين، هناك للوصول اليه يجب ان تلتف بطرق التفافيه. ولكن الصين عندها مليار و500 مليون شخص اللي قادرين يديروا شبكه اجتماعيه داخليه والديكتاتوريه يعني الصينيه في اطار الحزب الشيوعي الصيني عندها يعني امكانيات والقدرات الاقتصاديه باش يعني تطرح بعيد للشعب الصيني. نتكلموا على النظام الجزائري اللي هو يعني في صدد استدامه يعني في حاله اقتصاديه عشها وفي حالة سياسية تتمشى مع الحالة الاقتصادية، على كل حال أنه النظام الكل باني يعني مصداقية نتاعو على الريع البترولي ما عندوش الإمكانيات باش يروح يدخل يعني في المعاصرات مع المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي بغلق يعني الشبكات الاجتماعية. ولكن حتى ولكن لو تذكر معنا نظام بن علي كان عنده عمار كاتسونكات كما كان يسمى لطريقة لحجب المواقع، وتونس نظام بن علي ما كانش عنده امكانيات يعني الماديه، نظام بن علي كذلك، القذافي جربها وكان يشتري حتى من شركه فرنسيه. انا كل هذا يعني نظام بن علي كل الناس تعرف يعني النهايه نتاعو المأساويه يعني ماهوش للشعب التونسي ولكن النظام وبعض الانظمه الشبيهه يعني في المنطقه يعني خلال المفروض خلال الدروس من هذه الشركه وغلق بعض المواقع بالضبط يعني نتكلموا يعني نتخبى وراء المواقع الاباحيه اللي هي منتوج للكتل الجنسي يعني للمجتمعات المتخلفه والانظمه الديكتاتوريه المتخلفه نقدروا يعني يقدروا يغلقوها ولا يدبروا لسانهم وحتى الشبان تكون عندهم اشكاليه في البروكسي يحلوا بها يعني هذا الغلق. وفيما يخص الفيسبوك واليوتيوب وجميع يعني المواقع اللي يعني تمتلك في الخاطر في النظر نتاع هذا القوم النظام القائم لو كان يدركوها يعني اكثر اشكاليه اكثر. التسعينيات الاشكاليه اللي كانت في 88 وفي التسعينيات وما علقت يعني الشبكه الاجتماعيه وشبكه البيت وفيسبوك ولا واليوتيوب بالقضيه هذه. 88 ما كان حتى عاش ما كان لا موبايل ما كان حتى شيء من هذا النوع. الاشكاليه هي سوء التسيير يعني في العلاقات بين الدوله والمجتمع تسيير الاقتصاد الوطني في سوء تسيير العلاقات السياسيه ماهيش الاشكاليه في المواقع الاجتماعيه ولا في الانترنت. نشوف انه الاشكاليه نتاعو يعني تفتح المجتمع على جميع باقي اصقاع العالم يعني فيما يخص المستجدات هذا هو في حد ذاته هو مشكل. طيب خليك معنا فرحات تيتالي لو سمحت. سي فرحات لو سمحت خليك معنا. عبد السمار اعود اليك. فرحات تيتالي يقول ربما من التهويل القول انه هناك هذه الخطه يعني النظام له هذه الخطه لحظر مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبه الانترنت. خويا جمال الخطه كاينه ونحن عندنا معلومات وشفنا واش صرا يعني في قضيه الباك وين كانت ان سامبل بريتيست يعني هما استعملوا قضيه الباك باش يسيو بور تيستي دي زيكيبمون تكنيك يعني بور تيستي دي زيكيبمون تكنيك باش يقدروا يعرفوا واش يقدروا يحجبوا واش ما يقدروش يحجبوا وشافوا في التمرين هذا اللي كان تمرين قضيه الباك
شافوا كيف الجزائريين تعملوا في فيان مثلا واش راهم يخموا راهم يخموا كما دارت ايران. ايران كي شافت باللي في ايران عندك بعض الشركات الايرانيه كي تعمل في فيان تجي تدخل يوتيوب لبعض المواقع اللي محجوبه في ايران. اليوم في النظام الجزائري عند دارت ما فرعون هما قالوا داروا دراسه كوموندو دراسه يعني دموندو يعني طلبوا يكون هناك دراسه باش يعرفوا واش من في فيان اللي يقدروا يحجبوه في الجزائر. ومازال ما عندهمش كيفاش يستعملوا مع لي في بي ان، يعني النظام الجزائري مازال ما عندوش يعني لي كومبيتونس تكنيك، مازال ما عندوش القدرات التقنيه باش يقدر يعرف كيفاش يتعامل مع لي في بي ان. هذه الاولى. الثانيه علاش طريقه التحجيب ولا طريقه لا سونسور ما يقدروش يستعملوها بطريقه يعني فان ايفيكاس في الجزائر، يعني البنيه التقنيه تاع الانترنت متخلفه في الجزائر، متخلفه، ما عندناش لافراستركتور حنا تاع الشين ولا تاع ايران ولا تاع روسيا باش تقدر تحجب. حنا كاع يا جماعه نوبليس حنا ديجا عندنا امجيلي تيليكوم الناس مساكن كاين اللي عنده خمس سنين ولا ست سنين ويدوموندي يعني لا لين تاع خط الانترنت. دونك تقنيا هما كاين نقاش كبير في النظام الجزائري بين الناس يقولوا لازم نديروا الحجب وبين الناس يقولوا لازم نخلوها. ونعطيك معلومه اخرى، هما تعرف الدوله المجاوره للمغرب يعني لي زوبيراتور دو تيليفوني موبيل يعني حجبوا فايبر وسكايب اكسيتيرا. هذا في الجزائر كان حابين يديروها ولكن كان هناك ضغوطات من بعض الناس المختصين منهم حنا اصحاب انترنت باش ما نديروش باش ما يديروناش هذا الحل ونقدروا نستعملوا سكايب فايبر اكسيتيرا بليزوبيراتور تيليفوني موبيل. دونك الحل وين راه اليوم؟ الحل لازم هناك تجنيد المجتمع المدني. وانا نعطي نداء يعني من منبر المغاربيه ندير نداء لكاع الجزائريين انه اليوم حريتنا اليوم في الانترنت راهي في خطر. لازم اليوم نكملوا من المجتمع المدني والطبقه السياسيه والنخبه الجزائريه تكون عايشه في الوطن او في الجاليه في الخارج، لازم نجندوا روحنا ونديروا ضغوطات باش النظام هذا المخطط تاع النظام الجزائري يفشل. طيب خليك اليوم لو كان تفضل عبد تفضل. يعني خويا جمال برك باش نكمل برك الفكره تاعي. تفضل. اليوم الانترنت وشبكه التواصل الاجتماعي يعني في مدينه تاخذ السلطات. اليوم بالك عدد الجنايات ولا عدد يعني العنف الاجتماعي انقص بالك لانه كاين انترنت يكون فيه شباب جزائري يقدر يعبر على ارائه، يعبر على الغضب تاعو، يعبر على الفريستراسيون تاعو عبر المواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت كثيرة. اليوم لو كان يحجبوها ويغلقوا لهم راح تكون هناك عنف اجتماعي راح يكثر في الجزائر. طيب. احنا ما نتمناوش هذه لبلادنا. خليك معنا عبد الصمار لو سمعت استاذ عيسى جرادي، ما رايك؟ هل يمكن ان يحدث هذا فعلا؟ وهل هذا كل هذا الاكروباسي صح التعبير يعني وهذا الجهد الكبير في التركيز وهذا ويحيى وفرعون وغول وهذا الاهتمام بالفيسبوك، ألم يكن لو كان هذا كل الجهد تم تركيزه على محاربة الفساد الذي يتغول ويتفرعن؟ تصريح وزير بختي بالعيب وزير التجارة نموذجا، وهذه الجزائر التي خيراتها تنهب كان الوضع أفضل في البلاد. لاحظ مليح يعني احيانا احنا باش نشوهوا اي قضيه فنفتعلوا مشكلات وهميه ونقوم بصرف الراي العام او توجيه الراي العام لهذه المشكلات اللي شغل بها. فمشكلتنا في الجزائر كما كانوا ذكروا الاخوه من قبل ماهيش مشكله الانترنت ولا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه راهي وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت هذه وارد اقول انا هذا تقديري هي حتميه عصريه يستحيل القفز عليها. هذا امر لا 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 لا. ما هو اهم من صرف الجهد في مثل هذه القضايا هو الانتباه او التركيز الجهد والتركيز النشاط هؤلاء الوزراء في قضيه الفساد. يعني انا هذا هو التقدير تاعي. علاش؟ لانه مشكلتنا ماهوش مشكله انه مواطنين عندهم امكانيه باش يتواصلوا ويتبادلوا معلومات سواء فيما يتعلق بال تخص الدوله ولا تخص اي شيء اخر. مشكلتنا احنا في الفساد في حد ذاته.
ويحيى ما هوش جديد في تصريحاته، يعني قديم، يعني في يصرح في 2008 عن المافيا المالية، يصرح في 2012 أيضا تقريبا عن المافيا التي تحكم قطاع الاقتصاد الوطني، ويصرح الآن ويصرح في كل وقت بطبيعة الحال هو يمارس الدور تاعه. هذه إذا كان عنده قدرة باش يؤدي هذا الدور ويوصل للنتيجة فله ذلك. الخطير وين الآن؟ هو انه كي يسمعوا وزير اللي هو وزير التجاره يقول يعني بصريح العباره انه فيه تلاعب في مجال الاستيراد، ويقول هو بنفسه يعني اني انا الان وزير مخضرم في نهايه مشواري، ليس لي ما اخشى ولا ما اخسر. يعني من المفروض هذا هو المحور نتاع النقاش اللي يكون هنا على المستوى الوطني، ليس حجب المواقع، حجب الحقيقة. الحقيقة حتى وإن حجبت حينا ستظهر لاحقا. احنا مسؤوليتنا إزاء الدولة، هذه راهي دولتنا في نهاية المطاف، كما أن المجتمع هذا المجتمع، احنا ما عندناش بدائل، ما عندناش وطن واحد وخذنا نرحلوا عنده. لكن محاولة كما ذكرت، يعني محاولة صرف الانتباه إلى قضايا شكلية، هذا جهد لا يوضع في النهاية نتيجة، يعني هذا هو التقدير تاعي أنا. نعم، خليك معنا أستاذ عيسى جرادي. عود إلى سمير بالعربي. سمير بالعربي ويحيى لم تعجبه في المقابل تصريحات بغتي بالعايب، ويحيى يتحدث على الانترنت يدعو حتى لاستنفار شباب الارندي للدفاع عن الجزائر عبر نفس الانترنت الذي يقول انه خطر وانه اضر بمصالح دول في الربيع العربي، نفس الهوس بالربيع العربي يلاحق ويحيى، وانه هناك من يقوم ويرغب في استهداف الجزائر واستقرارها عبر الانترنت. اولا اخي جمال، هم مصطلحات الفساد وتبذير الأموال وجرائم اقتصادية وكل ما شابه ذلك من المصطلحات التي يستعملها رواد الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، والتي يستعملها المعارضون في خطاباتهم ويستعملها في تصريحاتهم. هؤلاء المسؤولين لا يؤمنون بها. هل أنت سمعت مرة غول ويحيى سعداني أي وزير يتكلم على أنه كان هناك فساد؟ لما يسمعوا ولما الصحفيين يسألوهم أنه كان هناك فساد، عندهم جواب واحد، كأنه الذاكرة نتاعهم كل حفظت كلمة واحدة، اللي عنده ملفات يروح يديها للعدالة. هم يعرفوا أن العدالة هي عدالة الليل، هي عدالة التليفون، هي عدالة تسير بمهماز يوعز لها. لذلك هم مطمئنين أن العدالة الجزائرية لن تصلهم ولا يمكن محاسبتهم لا من قريب ولا من بعيد. ويحيى هذا الرجل الذي هو مؤسس الشركة الوطنية للتزوير، الذي أسس للتزوير منذ سنة 97 عن طريق الكلاش، وهو يقول ويكرر في كل مرة أن التزوير منع السلطة من الزوال. هذا الرجل الذي باع المؤسسات الوطنية، هذا الرجل الذي ما زال يكذب بهذا المصطلح، هو يكذب على الشعب الجزائري في كل مرة ويتقلد منصب تلو منصب. أكيد لن تعجبه أن يتحدث وزير ويفضح المكشوف. ما قاله وزير التجارة نقوله يومين، يقوله غيرنا، يقوله الخبراء، يقوله المواطن البسيط في أقصى مقهى من الجزائر، ولكن أن يقوله وزير في ندوة صحفية فبالنسبة لهم هذا فضحهم من الداخل، لذلك هم يرفضون أن يتم الفضح من الداخل. أكثر من ذلك، أن يقول وزير أنه لا يستطيع أن يغلق محل في الزيرية، أن هناك من يهدده من المستوردين، ثم لا تتحرك العدالة الجزائرية في الدولة المدنية. بالأمس كانوا يقولون أن مؤسسة الديارات هي المؤسسة الفاسدة، هي المؤسسة التي تحكم في الجزائر. الحمد لله بعد سنة من زوال هذا الوهم، هذا الشبح، ما زالت الدولة المدنية التي وعدوا بها أنفسهم، لأننا لم نصدق شيئا من كلامهم، ما زالت لم تتحقق، وما زالت العدالة لا تتحرك، ولن تتحرك العدالة. طيب، لأن كبيرهم الذي علمهم السحر كبيرهم فاسد. خليك معنا سمير بالعربي لو سمحت. عود إليك أستاذ فرعات تيتالي.
الانترنت المفروض قطاع اقتصادي مهم، مفروض يكون رافد اقتصادي للشباب، خاصة مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. يعني هناك من تحول هذا حتى إلى قطاع بأكمله، أليس كذلك؟ وليس خطر. فرحات تيتالي، يبدو أننا فقدنا فرحات تيتالي. نشكره جزيل الشكر على كل، إن ربما يحاول الزملاء العودة إليه. ضيفنا الدائم فرحات تيتالي. عبد السمار أعود إليك، مفروض الإنترنت نعمة وليس نقمة، يعني اقتصاديا يعني. نعم أخويا جمال، هناك دول عربية، أنا كنت في الأردن، شفت كيفاش الاقتصاد الأردني يعني كان عنده نمو بالستارتاب، يعني تاع الشباب الأردني اللي داروا في قطاع الإنترنت. شفنا، أنا تكلمت في مقالاتي عن النموذج الشيلي اللي هو دولة من دول أمريكا اللاتينية، اللي عندهم اليوم اللي داروا لاشيليكون فالي، عم يتكلموا على الشيليكون فالي، يعني كان نموذج على الشيليكون فالي في أمريكا، وكان هناك نمو اقتصادي وملايين من الاستثمارات الأجنبية اللي جابها الشيلي دراسة الإنترنت. إحنا شفنا كدولة كأوروبا، دولة أوروبية اللي كانت إيرلندا، اللي كانت دولة متخلفة، كيفاش دار نمو اقتصادي هام في 10 ولا 15 سنة، كيفاش جابت أبل وأمازون وقعد وجو إيرلندا واستثمروا وعطينا اقتراحات وكتير. ولكن عندنا وزيرة اللي اسمها إيمان هذه تتكلم لنا على كوافز وتتكلم لنا على ليتي بورنو وشوفنا الكارد ديكور تاعها ودرنا في المسلسلات كانه رانا كانه شاشه تركيه ولا شاشه. اليست مفارقه عبد الصمار انها اصغر وزيره في الحكومه؟ ويحيى معروف انه عنده، هو اعترف بانه ما يعرف، ما عندوش علاقه بوسائل التواصل الاجتماعي لا الفيسبوك، ما يعرفش حتى الايميل، ولكن اليس مدهشا انه اصغر وزيره واستاذه جامعيه تتعامل بهذا المنطق مع الانترنت ومع الفيسبوك؟ لا هو مش هو منطق سياسي، يعني مالك هذه الوزيره اليوم، الوزيره هذه راهي حابه، يعني راهي حابه تعطي يعني في المخرج سيرفيس، يعني امنيتها ان المصيرين في الجزائر السلطه الجزائريه تعجبهم باش يعطوها البروموسيون وترقيه ويردوها وزير وتولي كيشري غدوه ان شاء الله، يعطوها كيش ترقيه سياسيه ويعطوها كيش منصب اخر، يعني تستعمل المباشريات، تستعمل سمعه السوريات في الانترنت لاغراضها السياسيه الشخصيه. ولكن المشكل ماهوش الوزير، المشكل مشكله في المنظومه الفكريه للنظام الجزائري. النظام الجزائري ما يفهم حتى حاجه في الاقتصاد، ماهوش عارف باللي بالانترنت. احنا شفنا الشباب الجزائريين كيفاش راحوا اوروبا وراحوا امريكا وداروا شركات، واليوم خرجنا يعني وزير سابق خرج رقم وقال في الرقم تاعه باللي 500 الجاليه الجزائريه في اوروبا نتجت 500 مليار دولار من الثروات الدول الاوروبيه والدول الغربيه اللي عايشين فيها. حنا كون كاين مزيك خويا جمال، حنا درنا روبورتاجات على الشباب الجزائري عندهم افكار هايله ما حبوش يعاونوهم. روح شوف سيدي عبد الله هذه المدينه الجديده اللي زعما فيها تكنوبول تبكي خويا جمال. في مقابل عبد الصمار راهي خارج بالنعجه، في مقابل انه هناك خبير جزائري قال بانه في سيليكون فالي، اشرت الى سيليكون فالي في كاليفورنيا حيث ابل و يا اخي جمال، انا انسان اخي جمال انا انسان مسافر وانا ندير ريبورتاج. انا شخصيا كنت في المغرب الشقيق، المغرب دوله عربيه بربريه كيما احنا، ماهمش يعني ماهوش دي اوروبيان، ولا راح تشوف التكنوبول تاع الرباط تبكي، كي تشوف التكنوبول تاع الرباط وتشوف التكنوبول تاع سيدي عبد الله تبكي، تقول اخي ولا غتحشم. انا شخصيا حشمت، شكمت المشوار تاعي بديت نبكي. انا كشاب جزائري اليوم عندي ستارت اب، حبيت ندير مناصب شغل في الانترنت، عندنا افكار في الاي كوميرس، اللي ما تشوفي منقض جزائري ما يقدرش يخلص الانترنت، منقض الوك المغاربه خلصوا اكثر من 2 مليون دوبيراسيون في العام 2015، وكاين اقتراحات وعندنا الذكاء الجزائري وعندنا يعني الكفاءات القادة باش نولوا من اكبر دول افريقيا واكبر دول الجنوب. الاقتصاد النيميريك، يعني الاقتصاد الايكونومي النيميريك، ولكن ما كانش رغبه سياسيه. انت مثلا خويا جمال كلمه اخيره باش ما نكثرش، يعني بو نوفا مونوبوليزي لا باغول. التكنولوجيات الجديده، العالم التكنولوجي، لي نوفال تكنولوجي فون بور او ريجيم الجزائري. النظام الجزائري يخاف من التكنولوجيا، يخاف من الانترنت، لان هناك فيها بوتنسيال تاع حريات، فيها مجال، تفتح مجال الحريات الوطنيه والحريات العامه
والنظام الجزائري خاصه البلوغ ما قدرش. وانا نقول لك اليوم هناك خيبه امل كبيره في النظام الجزائري، كما قدروش القنوات البروباغندا تاعهم يعطونا اشهار بالملايير، ما قدروش يسكتوا هذو الناس الصحفيين تاع الواب، ما يقدروش يسكتوا هذو السيبراتيفيست راهم دايرين ضجه سياسيه وضجه اعلاميه كبيره. شكرا جزيلا لك عبد السمار مدير موقع الجيري فوكس. استاذ عيسى جراد ديما رايك؟ عبد السمار كنت اطرح عليك هذا السؤال، كان يتحدث عن سيليكون فالي بالمناسبة، خبير جزائري قال لي موقع واحد من المواقع أيضا الإنترنت الجزائرية الناشئة والبارزة مغرب إيمرجون قال بأنه فيه 300 خبير جزائري في سيليكون فالي، يعني قلب التكنولوجيا العالمية في الولايات المتحدة والعالم، وعدد الخبراء الجزائريين أو من أصول جزائرية أكبر من الخبراء الهنود والصينيين الذين تركوا بلدانهم وعادوا إلى بلدانهم حيث تشهد تلك البلدان ثورة علم تكنولوجية، أليست مفارقة؟ سيد عيسى، سيد عيسى شرادي. نعم. أرجو أنك. كنا يعني باختصار المفروض الإنترنت المفروض رافد اقتصادي وفر فرص عمل مثل ما كان يقول عبد السمار في تجارب دول عربية ليست لها إمكانيات المالية للجزائر مثلا، هي روافد ولا ينظر له كخطر مثل ما يصر عبد السمار أنه السلطة الجزائرية تنظر بالريبة وتريد خنق وغلق هذا المجال. شوف القضية مرتبطة في الجوهرة نتاع حب الديمقراطية نفسها، يعني فأنا تقديري للإنترنت أو النت هذه لازم يفهموا باللي ماهيش كالديمقراطية، يعني الديمقراطية تمنحها ثم تسحبها بقرار. ف الإنترنت واقع لا يمكن تجاوزه. المشكل الآن في التسييس نتاع هذه الوسيلة هذه، أنا في الحقيقة والله مانيش راغب نهضر على الجانب الاقتصادي نتاعها، إنما بغيت نركز على الجانب يعني الطاعات معها السياسية، بمعنى أنه مادام تشكل مصدر إحراج بالنسبة للسلطة فهي تحاول بكيفية أو بأخرى كيف تكبح أو تضيق أو تحتوي هذه الوسيلة. أنا نأكد يعني ككلمة أخيرة أنه يستحيل، نحن ننتمي الان الى عالم عصر معولم من الوسائل نتاعو من الادوات نتاعو نت، يستحيل العوده بنا للخلف. هذه لازم جماعه السلطه لازم يفهموها، والراي العام نفسه لازم يكون في المستوى في ادراك هذه الحقيقه هذه، والايام هي اللي راح تكشف يعني وين راح توصل السلطه في متعلق بقرارتها، اذا كانت هذه القرارات او ما يقال انه قرارات في سبيل التطبيق، اذا كانت راهي موجوده فعلا والله مجرد يعني طبعا. ولكن ما رايك حتى في موضوع عدم، اليست مفارقه انه الجزائر تدفق الانترنت فيها من بين الاكثر تاخرا في العالم، لم تدخل 3G الجيل الثالث من الانترنت الا متاخره، دول الصومال الان في 4G، صوماليلاند مثلا. شوف نكون صادق معاك، يعني والله احنا متاخرين في كل شيء، يعني وليس في النت فقط، يعني متاخرين حتى في ذهنياتنا، يعني متاخرين في ادراك انه احنا لازم رانا قاعدين ننتميو للقرن واحد جديد تماما. يعني للاسف هناك من يعيش بعقليه وبذهنيه متخلفه جدا ويحاول فرض هذه الذهنيه المتخلفه على عصر هو لا ينتمي اليه، ومن ثم يحاول حتى هنا يعني باش يثبت الوضع هذا. فمش غير الناس اللي متخلفين فيها، يعني متخلفين في جميع المجالات، يعني في التربيه، في مجال في البنوك، في الاعلام عامه، في كل شيء. نحن ندعو هذه السلطه نفسها الى ان تنتبه الى ان اي اجراء يقصد به كبح جناح هذه الوسائل اللي تطورنا واللي ممكن تقلنا على المخرج دي، كل محاولة راهي في نهاية ما تفرح تفشل يعني. شكرا جزيلا لك عيسى جرادي الأستاذ الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. سمير أبو العربي في الأخير، أستاذ عيسى جرادي يقول ربما المشكلة في النهاية مشكلة جي آي صح التعبير في زمن الجيكات
يعني في جمال الجزائر في الجي 3 يعني الجيل الاول الذي ما زال يعيش باسم الشرعيه الثروه الثوريه باسم في زمن النوار بلون يحكم الجزائر في زمن الالوان المتعدده. هذا هو الاشكال، نفس العقليه التي تتحكم الجزائر حتى وان كانت الوزيره شابه في بلد ما زال ما فيش الدفع الالكتروني وتتحدث عن الام بيمنت بالدفع بالموبايل التي تستعملها الدول المتخلفه وليس حتى مطبقا في الجزائر. سمير بالعربي، يبدو ان سمير بالعربي لنا فقدنا الاتصال بسمير بالعربي. على كل نشكره جزيل الشكر. يبقى السؤال مطروحا وربما الاجابه لدى المشاهدين الجزائريين. المشكله ربما جيء في الجزائر المفروض تعيش في الجيل الخامس وليس الجيل الاول من عقليه الابيض والاسود، عقليه تطالب بمراقبه الفيسبوك وبأن الانترنت خطر على الجزائر. حتى نقاش آخر، حتى حلقة أخرى من الحدث المغاربي الحدث، نلقاكم في نقاش آخر مني ومن كل فريق البرنامج. أجمل التحايا، إلى اللقاء.